الناس غلابة حاجة عجمية، عايزين اللي يعرفهم دينهم. معلوم، وسمعت انهم بيزعجوا في الناس وساعات يمدوا يدهم عليهم. من رأى منكم منكرا يا حاج عجمي فليغيره بيده أو لسانه أو بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. الله عليك يا شيخ المحارب، الله عليك، ربنا يحفظك. مو عشان يقديه أنا طلبته. هو إيه اللي حصل لكل ده يا شيخ؟ ما فيش، هو سؤال بصفتك شيخ يعني وصاحب علم. لو أنا شايف إن طريقتك وطريقة العيال اللي معاك في المعاملة مع أهل الجزيرة دي منكر، أتصرف كيف؟ منكر كيف يا حاج عجمي؟ إحنا منكر كيف يعني؟ بقول افرض، افرض أغيرهم كيف؟ بيدي ولا بلساني ولا بقلبي؟ هو إيه اللي حصل عشان الكلام ده؟ ما هو لو بقلبي أضعف الإيمان وما ينفعش. أنا كبير الجزيرة دي، ما ينفعش يبقى تغييري أضعف الإيمان، ولو بلساني عشان أرد على اللي أنت عملته أبقى غلطان، لأن اللسان يرد على الند والصح. أنت يا شيخ محارب لا ند ولا صاحب. أنت كبرنا يا حاج عجمي، وأنا كبيري هو شرع ربنا. عظيم. وحضرتك، وحضرتك يا حاج عجمي، لو غيرت بيدي هتبقى عيبة. أهل الجزيرة يقولوا إيه؟ يقولوا الحاج عجمي مد يده على الشيخ محارب. يدك؟ إلا بنتي، إلا بنتي يا شيخ محارب، سامع ولا؟ أكيد اللي عمل كده ما يعرفش ست البنات. مش مهم، كل بنات الجزيرة بناتي، وأي بنت هتيجي تشتكي منك ولا من العيال اللي معاك، يمين بالله العظيم ساعتها لا القلب ولا اللسان هيبقوا مطرحهم قدام اللي هعمله معاك. حاج عجمي، حاج عجمي، كرامتي من كرامتك، وبنتك هي بنتي. مش بنتك، بنت العجمي مش بنتك، واللي زيكم يوسعوا لها الطريق ويا فايته، وعينيكم تبقى في الارض. حاضر يا حاج عجمي، حاضر، انا افهم الشباب. حاضر، انا امر وتفهمهم بعد كده. حاضر يا حاج عجمي، حاضر. شوف يا محارب، انا ممكن ازعل لكن ممكن اهدى واسامح، لكن اللي يزعل بنتي مش هسامحه، يمين بالله أدفن ومطرحه. يا ريت يا شيخ محارب وانت راجل اعتد دروس الجامع تكون اتعلمت من الدرس الزين ده. العالم اللي ما يتعلمش يبقى عايب، يبقى عايب يا حاج عجمي. قاوة حلي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. شرفتني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.